Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam wa ala ashraf al-mursaleen. Nous recevons aujourd'hui au forum de Mujahad M. Boukhel Khalali, président de l'Association des médiateurs judiciaires algériens, et M. Marwan Ammar, premier vice-président national de l'association. Bienvenue, monsieur, au forum de Mujahad, et merci d'avoir choisi le centre de presse de Mujahad pour animer cette conférence qui porte sur le 13e anniversaire de l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Vous avez tout un programme pour célébrer cet événement. Effectivement. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir le programme de cette manifestation? Merci, M. Boukhel Khalali. Merci. أولا نقول لكم السلام عليكم باسمي وباسم الجمعية الوطنية الوسطى القضائيين أشكركم على الحضور أشكر كل زملاء الصحفيين كل رجال الإعلام اللي هم يسميهم عادة نسميهم جنود الخفاء اللي يستعملوا في دونك أشكركم جميعا على هذا الحضور لتلبية دعوتنا ونبدأ الآن أقول لكم بأننا الآن على أبواب الاحتفال بيوم 29 سبتمبر 2018 اللي هو كان يوم التوقيع الشعب الجزائري كله على الـ على الـ على ميثاق السلم والمصالحة. ميثاق السلم والمصالحة ليس عبارة عن مواد فقط ولا تذكر ولكن هو مبدأ من المبادئ الكبرى أستطيع أن أقول بأنه يعتبر بعد الأزمة الكبيرة اللي وقعت على الجزائر أزمة العشرية السوداء أستطيع أن أقول بأن ميثاق السلم والمصالح والذي كان سبقه الوئام المدني اللي هو عفى على الـ على الـ على التائبين من الـ من الـ من المتمردين وبدأ يحضر لجمع شمل الشعب الجزائري. إذن هذا الميثاق السلم والمصالحة ظهر كأنه أنا أستطيع أن أقول يعتبر هو بداية الدخول في الجهاد الأكبر لأن الجهاد الأصغر هو كان في محاربة الإرهاب وغير ذلك ودخلنا في الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يعتبر هو البداية الميثاق السلم والمصالحة هو بداية الجهاد الأكبر هذا يعني. إذا كان ممكن نحن عندنا بيان اللي راح ننشروه في كل قنوات الإعلام ونعطيكم انه نعطيه للسيدة المديرة تاع لابي اس بور كي سوا ديفيزي. كاش صحفي يعطيو لهم نسخة؟ ما عندكمش؟ عندنا نسخ نعطيو لهم. نعطيو لهم الصحفيين. فوالا داكور نعطيو للصحفيين النسخ. إذا كان تسمحوا لي نقرأ عليكم البيان اللي رانا درناه بهذه المناسبة ورايحين احنا كجمعية وطنية أخذنا على عاتقنا الاحتفال أن نحيي الاحتفال يوم وطني يوم 29 سبتمبر راح يكون يوم وطني تحتفل به ماهوش الجمعية الوطنية فقط إنما الجمعية الوطنية كانت عبارة عن مبادر للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة دونك لتكون تجمع كل الشعب الجزائري لأني أنا كنت قلت مرة بأن هذا العيد يعني نعتبرون عيد بالنسبة للجزائريين عيد 29 سبتمبر هذا العيد هو عبارة كما الأعياد الكبيرة كل واحد يعيد على حسب قدره كل واحد يعيد على حسب قدره يعني كما العيد مثلا لو كان ناخذ مثلا بالمقارنة عيد الكبير تاعنا عيد الأضحى واحد يذبح كبش كبير واحد صغير واحد سردوك مي الأحسن المهم أنه دائما راه يعيد ويعيد يكون مقبول عند الله بالقدر الذي يبذله. احنا ثاني رايحين نحتفلوا يوم 29 بهذا اليوم العظيم بقدر ما نستطيع ونتمنى ان شاء الله ان تكون الاستجابه للمدعوين تكون كبيره جدا وتكونوا ان شاء الله انتم ثاني من اول الناس اللي راكم مدعوين باش تكونوا معنا في هذا اليوم. اذا كان تسمحوا لي نقرا عليكم بيان اللي كنا هيئناه باش راح ننشروه في الجرائد ابتداء من اليوم ننشروه. بيان ايام قليله وتحل على بلادنا ذكرى جليله عزيزه على قلب كل جزائري غيور على سلامه واستقرار وطنه. انها الذكرى 13 لميثاق السلم والمصالحه الوطنيه. وقعه الشعب الجزائري برمته في 29 سبتمبر 2005. كلنا نتذكر الأزمة الحادة التي عرفتها بلادنا في غياب الحوار غياب التواصل
وفي انعدام أي برنامج قابل للنقاش أو التنفيذ. تصلبت الأمور وأدت إلى تصلب قوى متعارضة إلى درجة التسلح والاقتتال والعنف، وكلنا عشنا هذا الظاهرة هذه هذا الحدث هذا. قاس فيها الشعب الجزائري الويلات، وفقد فيها في لذات أكباده، وأصبح الخاسر المرجح هو الوطن والشعب. لولا فضل الله ومواجهة رجال الجزائر وحنكة قائدها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، الذي تقلد زمام الحكم والجزائر ممزقة وشعبها متناحر مملوء بالضغائن والأحقاد، استطاع هذا الرجل أن ينقذ مصير الجزائر باستراتيجية محكمة، بدءا بالوئام المدني سنة 1999 الذي كان عفوا ورحمة للتائبين الذين وضعوا السلاح، ورعاية لضحايا الإرهاب دون تمييز، ولإذابة كل الضغائن والأحقاد. بادر فخامة الرئيس بميثاق السلم والمصالحة كحتمية لاسترجاع قوة الشعب ووحدته، مكنت الجزائريين من تجاوز المحنة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. ولا غروة أن تصبح فلسفة المصالحة الوطنية نموذجا يحتذى به ويستقطب اهتمام الباحثين، اعتبارا للنتائج الحميدة التي حققتها التجربة الجزائرية في مجال السلم المدني. توجت هذا المثل اللي أصبح دولي باعتراف هيئة الأمم المتحدة وتبنيها للمقترح الجزائري باعتماد يوم 16 ماي كيوم عالمي يحتفى به تحت شعار العيش معا في سلام. هذا اليوم وهو العيش معا في سلام كان بمبادرة جزائرية بحتة، والهيئة المتحدة بعد المفاوضات بعد اجتماع الجمعية العامة صادقت على أن يكون هذا اليوم 16 ماي يوم عالمي للعيش معا في سلام، وهذا مفخرة لنا لأننا نحن الذين بادرنا به. أما على الصعيد ماهوش أنا يعني الرئيس أما على الصعيد الوطني فقد صار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قاعدة لانطلاق الإصلاحات الجوهرية الكبرى في الوطن، شملت كل الميادين الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، حماية لخلايا المجتمع الأساسية الأسرة والمؤسسة الاقتصادية. يعني أدل على ذلك أكثر من ذلك هو العمل على توفير سكن لكل عائلة جزائرية. لماذا؟ لأن الآن الاقتناع الدولي العالمي في البحوث والدراسات العلمية توصلوا أنه لا يمكن أن يكون جيلا صالحا ولا يمكن أن يكون جيلا مثقفا وقويا إن لم يكن يترعرع في عائلة، والعائلة لتكون عائلة متماسكة لابد لها من العش نتاعها الحطن نتاعها اللي هو السكن. والآن الحمد لله يا ربي رانا نشوفوا بأن الجزائر راهي توفر بكل مجهوداتها السكنات لكل العائلات الجزائرية. وأنا أتذكر دوما لما بدأت الأزمة الاقتصادية في الجزائر تقريبا عندها وقيل سنوات فاتت، وإن السيد رئيس الجمهورية يعطي تعليمات يقول لهم شوفوا تقدروا تمسوا كل القطاعات، تنقصوا منهم تنحيوا مشاريع كما حبيتوا ما عدا السكن، لا ممنوع أن تمس ميزانية السكنات في الجزائر. هذا إيمان منه بأن الأسرة الجزائرية لابد أن تترعرع في سلام وفي وئام. طيب إذا لما بدأ هذه الإصلاحات لم تبدأ بعد مباشرة بعد قانون السلم المصالحة ميثاق السلم المصالحة، ولكن بدأت من قبل لما قام أصرح فخامة رئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا سنة 2003 حينما قال لقد استطعنا أن نجمع الإخوة المتقاتلين ونصالح بينهم، وأصبح الآن علينا جمع الشمل بين كل الجزائريين
والحفاظ على تماسك مجتمعنا. وهنا أعلن على البدء في إصلاح القضاء، باعتبار القضاء هو الركيزة الأساسية التي يمكن أن تكون في المجتمع عادلة، وأن يكون مجتمعا عادلا، وأن يكون مجتمعا واعيا. وإيمانا من فخامة رئيس الجمهورية بأن القضاء هو العمود الفقري في حماية حريات الأفراد وممتلكاتهم، وإصلاحه أمر حتمي في بناء الدولة المدنية التي نادى بها ضمن استراتيجية محكمة تتحقق مراحلها يوما بعد يوم ميدانيا. وهذه الحقيقة كان نوه إليها معالي وزير العدل حافظ الأخدام في زيارته العمل التي قام بها للمدرسة العليا للقضاء يوم 30 جويلية 2018. بزغت إصلاحات القضاء في تجسيد مبدأ العدالة الناعمة التصالحية بإصدار قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وهي الآن في تواصل مستمر وفي تطوير مستمر. من أهم مبادئ الإصلاح القضاء، أو من أهم بدائل القضاء اللي هي من أجل العدالة الناعمة، من أهم هذه البدائل هي الوساطة التي عرفت نجاحا مذهلا في الدول المتطورة. الآن الدول الآخذة بالوساطة أصبحت الآن تسبو للوساطة كأنها الهدف الرئيسي في حل النزاعات وفي جمع الشمل بين أفراد المجتمع وفي نبذ العنف، لأنها أصبحت هي الأداة الأساسية لمحاربة العنف ولجمع الشمل وللتسامح والتصالح. أستطيع أن أذكركم هنا بأن أمريكا الآن ووصلت النسبة الرئيسية الأساسية اللي أعلنوا عليها 90% من قضايا النزاع في أمريكا تحل الآن عن طريق الوساطة. في كندا 85% تحل عن طريق الوساطة القضائية. أكثر من هذا، كندا راحت إلى إنشاء محاكم خاصة للوساطة، أيضا راحت إلى غرس الوساطة في المؤسسات العلمية في الجامعة في الثانويات وحتى في المدارس الابتدائية، وراحت إلى أن الأطفال لما يتداوسوا، دائما كاين هذاك النزاعات بين الأطفال في المدارس، يروحوا ويحلوا مشاكلهم عن طريق وساطة فيما بينهم، ويعملوا لهم وسيط من التلاميذ تحت الرقابة تاع الأساتذة وتحت الرقابة تاع الوسطاء القضائيين. إذن الوساطة الآن أخذت صيد كبير، وأصبحت الآن تعتبر الأداة الأساسية لبناء المجتمعات المتسامحة. ولماذا تفطنا؟ لا أستطيع أن نقول لماذا تفطنا لهذا المبدأ تاع الوساطة. هو نستطيع أن نقول بأن الفضل يرجع لرئيس الجمهورية الذي كرس تجربته في الوساطة في تسوية النزاعات بين الدول. أنتم تتذكرون بأن الرئيس كان في الأيام تاع في أيام الألفينيات كان الرائد الأكبر في حل النزاعات الكبرى الدولية وجمع الشم بين أفراد الطوائف المتقاتلة أو بين الدولتين. هذا النموذج نتاع الوساطة اللي كان يقوم به الرئيس هو الذي مكنه من أن يغرس الوساطة في الجزائر كأداة أساسية في بناء الدولة المدنية. أظن في 2013 أعلن رسميا على البدء في بناء الدولة المدنية. الدولة المدنية لا يمكن أن تبنى إلا عن طريق أسس شعبية، أسس ديمقراطية، اللي هي تكون أساسها هو حل النزاعات وديا بإرادة ومساهمة المتخاصمين. إذن هذه الدولة المدنية هي تجمع الشمل وتنبذ العنف وتخلي الديمقراطية تكون هي حركية ما بين أفراد الشعب يمارسونها، وكل واحد يكون فيها مسؤول، يعتبر نفسه مسؤول ويؤدي واجبه في المسؤول. وهذا نظن حتى في الشريعة الإسلامية تاعنا، في لما نقول لما نذكر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يمكن أن، يعني المفهوم تاع الحديث يقول لك يمكن أن
تكون لك حسنات وأنك تنال حسنات ولو بنزع حجرة من الطريق حتى لا يجي واحد أعمى ولا ما يقدرش يتعثر فيها. يعني أقل شيء أي ما يمكن أي حاجة يمكن أن تؤديها لهذا الوطن ولهذا الشعب هي رأي حسنات ليك وتعتبر من الوطنية ومن السيفيزم والحضارة تاعنا. إذن يعني كل واحد يؤدي حسب قدر ما يمكن من عمل مجهود من أجل هذا بناء هذه الدولة المدنية. الدولة المدنية هي عبارة عن مجتمع كبير يسود فيه رأي الشعب ويسود فيه ديمقراطية الشعوب. إذن من هذا المنطلق فإن الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين التي منذ نشأتها تبنت ميثاق السلم والمصالحة كشعار لها تحيي هذه الذكرى 13 لميثاق السلم والمصالحة بكل جدارة واستحقاق، وأخذت على عاتقها تكوين الوسطاء طبقا للمعايير الدولية بهدف تعميم آليات الوساطة وتفعيلها في إطار عدالة تصالحية باستخدام التحاور وتشجيع التواصل ونشر ثقافة السلم والدعوة لنبذ العنف، وهي بذلك تسعى للمساهمة في بناء الدولة المدنية. أريد أن أقول بأن الجمعية منذ نشأتها، لما قلنا بسم الله، أول برنامج اللي عملناه هو تكوين الوسطاء القضائيين. لماذا؟ لأن الوسطاء القضائيين كانوا قد اعتمدوا واختيروا من بين الناس النبلاء، من بين الناس اللي لهم كفاءات ولهم تجارب، ولكن ما عنده حتى دراية بالوساطة، بعلم الوساطة وبقواعد العلمية للوساطة. لهذا احنا خذينا على عاتقنا البدء في تكوين الوساطة القضائيين، والآن عملنا صوت في هذا العام، هذا بديناها من فبراير، وإحنا رانا دورة بعد دورة دورة بعد دورة، اللي رانا وصلنا الآن أكثر من 480 وسيط قضائي تم تكوينهم أساسيا قاعديا ومهنيا، وما زلنا الآن راح نبدأ إن شاء الله من 1 أكتوبر راح نبدأ أيضا بتكوين الدورة الثانية حول التكوين التطبيقي في الوسطاء ليشمل العدد كاملا، ممكن نوصل إلى 1000 وسيط قضائي سيتم تكوينه في نهاية 2018. اللي راح يشاركنا في هذا التكوين هما أساتذة خبراء من الأوروبيين، دكاترة لهم، يعني عندنا واحدة هي نعرفوها واحدة اللي جاتنا هي عضو في هيئة المتحدة، دكتوراه في جامعة باريس، هي أستاذة في جامعة باريس ومختصة في استراتيجية الوساطة. إذن جبنا الآن دوز إكسبير خبيرين، واحدة تعطي التكوين القاعدي والأخرى يعني النظرية العامة للوساطة، والأخرى تعطي التكوين المعمق يعني التكوين اللي هو تطبيقي. وراح ندخل إن شاء الله في الفترة الثانية هذه أولا في تكوين حول استراتيجية الوساطة، ثانيا راح نعملوا باش نجمعوا ما بين في حالات تطبيقية، يعني نجيبوا قضايا من المحاكم ونجيبوا قضاة نشوفوا كيفاش يحلوهم عن طريق الإجراءات القانونية، ونجيبوا وسطاء ونشوفوا كيف يحلوها عن طريق الإجراء الودي التصالحي. وفي غالب الأحيان يتم الحل عن طريق الوساطة حيث لا يمكن للإجراءات القانونية أن تتخطى لسوي التوحى. ولا مثلا لما يكون في الإجراءات القانونية يقول مثلا لما تكون فيه تقادم في مادة من المواد، تقادم في مادة، القاضي ما يقدرش يفصل في المقادة ويقول رفض القضية لأنها تقادمت. في الوساطة ما كانش تقادم، كان تصالح، وكثير من الحالات وين فصلنا بيناتهم وقدرنا نسوي بيناتهم خليهم يتقاربوا ويتعاوضوا بالرغم من وجود تقادم في القضية. أيضا لما تكون مثلا في خروج عن الموضوع، لأن القضاء عنده تقول لك مثلا راك رفعت قضية فيما يخص الملكية،
لو تخرج عن الملكية وتقول بلي عندي جاري وتعدى لي عن الملكية يقول لك حبس أنا أثبت لي بلي الملكية عندك ملكية ولا روح جيب الملكية تاعك. إذن الوساطة لا ما عندهاش هذه الإجراءات القانونية هذه، عندها متخاصمين تقرب بيناتهم تفتح بيناتهم الحوار. الوسيط واش يدير عمله يسمعهم يحاول يفتح بيناتهم الحوار ويقربهم لبعضهم بعض، وكلما تقربوا لبعضهم هو ينسحب بشوية حتى يوليوا وجها لوجه وهما اللي يصيبوا الحل لأنفسهم بأنفسهم. أنا ما نقولكمش يعني واش من تجربتنا اللي درناها، عائلات منذ 20 سنة وهي في تناحر وجيران جيران عايشين مع بعضهم بعض في تناحر وفي لما يلزوا العدالة ويطلبوا تعيين وسيط وتشوفي كيف تشوفوا هذيك المنظر من اللي تشوفهم خارجين متسامحين والدموع في عينهم ويتصالحوا وسمحوا لنا سمحونا ويروحوا مع بعضهم بعض وتصير هذيك التلاحم يرجع بين الجارين ويرجع التلاحم والتآلف بين الجارين. هذاك هو لا دوفيز تاعنا، لحتى احنا في عيد كي كتبنا حتى يعني جينا لا شير دو بول كما يقولوا كي نشوفوا هذاك المنظر وجينا الدموع في عيننا هاني نشوفوا هذاك المنظر تاع جمع الشمل بين عائلتين. وهذا يا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الكيان ماهوش بدعة من عنا، انما هو متجذر في اصولنا في الصلح الذي كان ولا يزال في ديننا الاسلامي واللي نادت به كل الأديان السماوية. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي وش يقول؟ يقول للصحابة هل أدلكم على ما هو خير من الصلاة والزكاة والصيام؟ الناس قيل ماذا؟ لأن الصلاة والزكاة والصيام راهي أركان الإسلام. تبوه هكذا قال لهم تدخلكم الجنة، يعني حاجة أحسن من هذوما تدخلكم الجنة. قيل بلى يا رسول الله. قال الإصلاح بين ذات البين، لما تصلح بين زوج متفرقين بين زوج متخاصمين والله العظيم غير هذيك هي. إذا كان فرطنا في صلاتنا في يوم الأيام ولا فرطنا في صيامنا ولا درنا كاش مخالفات هذيك هي تشفع لنا يوم الآخرة باش نكونوا في الجنة. ثاني باطل لا ما نخص عليها، ها نقول أكثر من هكذا. هاي تحداك روح شوفي محكمة بيرمان درايس ويقولوا لك أنا سموني الوسيط بدون مقابل، وسموني الوسيط بدون مقابل. حتى أنه في أخير يعني نقول لك رئيس بالنسبة لكل وسطاء لا بابا كل واحد على حساب ثاني، كاين بجودات كاين يبعث مراسلات كاين يبعث كذا كذا اكسترا ياخذ، ولكن أعطيناهم احنا كنا تفاهمنا معهم باش يكون رمزي مثلا ياخذ إلا ما أنفق لجمع المتخاصمين مراسلات كذا اكسترا. ما هو كربح ما عندوش كربح في هذا الوسيط. ماشي مهنه، نعطيك مثال. لا ماهيش مهنه، وهي مهمه اساسيه. لو كان جات مهنه انا مانيش هنا لان انا عندي المهنه تاعي، ولكن المهنه مهمه لانه يمكن ان يكون فيها ينخرط فيها اي شخص كان. عندنا صحفيين مثلا لو كان جات مهمه ما يقدروش يكونوا. نعطيكم اكثر من هذا يا هو معايا السي عمار، كنا في مؤتمر دولي في فرنسا في لوروشيل، منظمه اسمها لوجام غروبمون دي ماجيسترا بور لا ميدياسيون غروبمون اوروبيان. كل قضاة فرنسا من رئيس المحكمه العليا لحتى المحاكم الابتدائيه كلهم منخرطين في هذه الجمعيه للدفاع عن الوساطه، وكلهم وسطاء بالرغم من انهم لهم وظائف اساسيه في الهيكل. واحد في المجالس، جاونا رؤساء المجالس، جاونا رؤساء المحاكم، جانا رئيس المحكمه العليا، ورانا عرضناه ان شاء الله باش يكون معنا في التكوين القادم ان شاء الله. دونك الوساطه ماهيش مهنه حرفيه. لو كان جا مهنه الاطباء ما يكونوش معنا، المهندسين ما يكونوش معنا، الموثقين ما يكونوش معنا، كل واحد ما يقدرش يكون معنا لانهم تتناقض المهنه مع مهنه. ما نقدروش نديرو سي لانكومباتيبيليتي اونتر لي بروفيسيون. مي حنا مهمه، سي اون ميسيون. نعطيكم مثال هكذا، لعميد جامعه سوربون
وسيط قال وسيط عنده وسيط عميد جامعة السربون وسيط. وفي الجزائر كانت ثقافة الوساطة موجودة في الآن الآن الحضر. هذه هي سيدتي الوساطة الوساطة الآن في الجزائر ما زال ما عندهاش ما هي ثقافة الوساطة ما زال ما بدأش يعني احنا رانا في البداية من أي سنة في البداية المعمول بها من شحال 2000 وشحال لا احنا وقتاش بدينا بدينا في 2013 الجمعية بصح الوساطة العمل الوساطة وين في البداية ولكن بعد البداية لازم لها وقت باش الوساطة في الجزائر في 2009 2009 بدات الوساطة مازال ما بدات بدات تطبيق قانون الإجراءات المدنية اللي طلعتها واكتملت لم تكتمل لحتى بصدور قانون الإجراءات الجزائية في 2015 10 سنوات أوت لا 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 تقدر تقول إصدار قانون إصدار قانون 2015 شحال نسبة العمل بالوساطة؟ أنت قلت في أمريكا 90% في الجزائر شحال؟ في الجزائر نقدر نقول لك الآن بأنها مختلفة كثير بين الـ من الـ من الـ والآن نعطيكم الأسباب يعني تقريبا احنا رانا ندوروا في 12 تقريبا رانا في 12% شي خطرات لحتى 14-15% من القضايا اللي راهي تحل عن طريق الوساطة. وين الجهة اللي لماذا؟ أكثر وين أكثر؟ القضايا في المحاكم الداخلية يعني في المجالس الداخلية ولا سيما وين كاين المنازعات في الأراضي العقارات منازعات العقارية ثم عندنا كاين وين في بعض المحاكم وين وصلنا أكثر من 51% من القضايا صارت تحل لأنها محاكم. نحن في الجزائر عندنا الثقافة تاع يعني تاع الوساطة في منطقة القبائل عند في باتنا في الجنوب. اسمحي لي ولا داخل لا لا اسمحي لي اسمحي لي عندنا في نبدوها من الجنوب عندنا العزابة عندنا عزابة في الجنوب عندنا التجمعات في بلاد القبائل ما نسميهاش أنا بلاد القبائل هي شارعة هي جزائريين وحنا كاع جزائريين أباسيغيين رانا دونك نقول في ناحية تيزي وزو ناحية وعندنا الشيوخ ما 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 تاع المشايخ اللي هي موجودة في فئة لا لا عزبة غردية وعندنا الشيوخ في باتنا الشيوخ في باتنا يلعبوا دور كبير ولكن نقول لكم أنا هذا الدور اللي لعبوه راه ماهوش دور تاع الوساطة بحد ذاتها لماذا؟ لأن الشيخ ولا شيخ القبيلة ولا العزبة لما يجيوا متخاصمين قدامهم يسمحهم ويحاول يوفق بيناتهم وفي الأخير يصدر حكم يعطي حكم لازم ينفذوه في كثير من الأحيان وين هذوك الناس يتقبلوه أو طرف يتقبلوه وهو تقريبا واش راضي حشمه من الجماعه وحشمه من الشيخ يتقبل هذاك الغاب هذه نقول لك انا هذه التجمعات وهذوما هذا الاسلوب هذا يقترب من الاربيتراج اكثر من اللي للوساطه سي دار باسكو الاربيتر مع الاخير واش يدير يصدر قرار نهائي غير قابل للطعن فيه ولازم والاربيتراج نقول لكم بين قوسين وخذنا لماذا؟ لأن الاربيتراج كثيرا كنا نديروه خارج الجزائر في إنجلترا وكذا بين أجانب وجزائريين دائما ما نقولها بكل صراحة أنه كان فيه بعض التحيز بين في المحكمين ليزاربيتر وتؤدي إلى صدور حكم بتعويض شركة أجنبية وتعوض الشركة الأجنبية مباشرة من خزينة الدولة. معليش نرجعوا للوساطة قابلة للطعن غير قابلة للطعن الوسطاء نهائيا لما يتراضوا ويديروا محضر بالتراضي لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير ما يقدرش الطعن فيه لا بالاستئناف ولا بالولاء وما يقدرش يرجعوا عليه يصبح نهائي تام لأنها إرادة الطرفين اللي راهي مسببة في هذا الوسطة هي اختيار يروح المواطن هو اللي يخير ولا القاضي هذه هي النقطة الحساسية اللي راكي الله يفكرك بالشهادة يوم القيامة سمعت نقول لكم دوكا الآن نرجعوا للسؤال تاع السيدة المديرة احنا الآن الوساطة ككل اللي راهي معروفة في العالم الكل كاين وساطة نسميها سامبلومون حرة وكاين وساطة قضائية الوساطة القضائية هي التي يعين فيها الوسيط عن طريق القضاء يعني يجيوا متخاصمين أمام القاضي القاضي يقترح عليهم هل تحبون ديركم أن تعينوا وسيط هل تحبون عينكم وسيط
إلا قالوا نعم من عين وسيط في ذاك الوقت هما يختاروا وسيط، أول ما بدأ هما يختاروا وسيط، إذا كان قالوا له أي وسيط هو يعين لهم وسيط. اسم القاضي هو اللي يختار، يق... المواطن لا لا القاضي هو يقترح، باش المواطن يطلب يطلب يقدر يطلب يقدر في المحكمة يطلب، ولكن لابد باش تكون وساطة القضايا لازم تكون هناك قضية أمام العدالة تمر على إطار قانوني، عند في إطار قانوني هذه الوساطة القضائية لأنها تتم عن طريق القضاء. وإلى جانب هذا الدول الأوروبية الآن راحت إلى الوساطة الحرة إكسترا جوديشير، الوساطة الاتفاقية والحرة هذه ما زال ما لحقنا لهاش وإن شاء الله نلحقوا لها بإصدار قانونين أساسيين، قانون الوساطة لنظم الوساطة وقانون أخلاقيات الوسيط لأنها صعبة ويمكن لابد أن تكون فيها تحكم في 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 مراقبتها وفي مراقبة الوسطاء. إذن هذه هي الوساطة الحرة وين يقدر الناس يروحوا لها مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، يعني معناتها يصبح واحد يروح للوسيط قال أنا راني مانيش مليح مع جاري ولا حاجة، نطلب منك لو كانت تدعي جاري يجي لهنا نتفاهموا. تولي مهنة حرة، مهنة حرة ماشي مهنة، مهمة حرة، مهمة حرة تولي. إذن يجي ويا ويا كيفاش الآن ثاني نوصل لك يعطيك الصحة. الآن بالنسبة للوساطة القضايا راهي اكتملت، مازال فيها نقطة أساسية فيما يخص الجزائي في 2015 صدر قانون وأصبح فيها حتى الوساطة بينال في بعض القضايا الجزائية، هي محدودة في القانون يمكن أن تنشأ فيها الوساطة، تكون فيها الوساطة مثلا الشاك سون بروفيزيون، القذف، السب والشتم كذا اكسترا، هذه الجرائم اللي أصبح فيها يمكن الآن التفاهم فيما بين الطرفين عن طريق وكيل الجمهورية أو طريق وكيل الجمهورية يمكن أن يعين وسطاء، لجنة تاع الوسطاء اللي تقوم تحت الرقابة نتاعو بإجراء هذه الوساطة وراهي ماشية. يعني كان الوزير أعلن على الوساطة الجزائية تقريبا 32% العام اللي فات من القضايا اللي هي محدودة للوساطة من القضايا الجزائية راهي تحل عن طريق الوساطة. بالنسبة للوساطة المدنية اللي هي خاضعة لقانون الإجراءات المدنية تاع 2009 كما قلتي، عندنا نقطتين أساسيتين. المادة 994 اللي تنص على الوساطة تقول باستثناء الوساطة تكون في المادة المدنية والتجارية والعقارية والإدارية باستثناء قضايا العائلية والقضايا العمالية. علاش المشرع كان ينظر في نظرة لأن القضايا العائلية والقضايا العمالية كان هناك قاضي الصلح، أنتم تعرفوا لما تكون دعوة قضائية أمام المحكمة للطلاق ولا كذا لازم يديروا صلح من قبل وإلا كان الحكم باطلا، لازم القاضي يدعوهم للصلح. في العمل كان مفتشي العمل وعندهم قاضي ثاني، إذا كان فيه طرد للعمل للعامل ولا حاجة لابد يفوتوا على الصلح. لهذا المشرع قال الصلح نستثنيه، ولكن الآن في أرض الواقع بانت يعني نقائص كبيرة. لماذا؟ لأن قضايا العمال ما هوش طلاق فقط، القاضي الآن راه يطير الصلح تاعو إلا في الطلاق، في حال الطلاق، ولكن قضايا العائلية راه فيها الميراث، فيها تربية الأولاد، الإسكان، فيها كذا، فيها الدروات فيزيت، راهي فيها بحر كامل في داخل الأسرة. دونك هذا يا ما هو بيد القاضي قاضي الصلح لأنه يشوف إلى في الطلاق، ما هو بيد الوساطة لأن الوساطة مستثنى ممنوع عليها تقوم بهذه المهمة. إذن هذا من بين الجانب بتاع النقائص. أي العمال أيضا الآن مفتش العمل وقاضي تاع الصلح، المكتب تاع الصلح يقوم فقط بالوساطة فيما يخص الطرد، ولكن في 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 قضايا العمال في حياة العامل ما عندناش غير الطرد، عندنا التحرش، عندنا الانتيميداسيون، عندنا التحقير، عندنا كذا، عندنا حتى يدخلوا لا رينيميراسيون، الأتعاب، الأجور وغير ذلك تدخل فيها، وهذه كلها راهي مهملة. معليش أنا راني نتبع في السيدة المديرة هي اللي ساقتني، مازال
سي ليفينمون. بارك الله فيك. اما السيد المدير حبسوا بارك الله فيك. حبينا نعرف ورا اكزاكتوم. كان عندي السؤال كان يعني يعني هذا مفهوم الوساطه في العالم الكل كيفاش راه؟ راه هذا هو مفهوم الوساطه كيفاش يكون وكيفاش لازم يكون احنا عندنا في الجزائر ايضا. بما ان الوساطه ما تهمش الزملاء الصحفيين نطرح لك السؤال. نطرح. قلتوا باللي الجمعيه تاعكم تطالب بارساء يوم 29 سبتمبر يوم وطني للمصالحه. قدمتم الطلب ولا هذا مشروع؟ شوف احنا كنا قدمنا طلب في 2013 للرئاسة الجمهورية وين طلبنا باش تكون يعني علمناهم بأن تكون يوم ميثاق السلم والمصالحة. ميثاق السلم يكون هو شعار الجمعية تاعنا. لماذا؟ لأن الجمعية تاعنا أولا ما هيش جمعية سياسية، جمعية غير سياسية أبوليتيك. ثانيا أن عملها هو السلم والمصالحة في حد ذاته، يعني تعمل على التوافق بين الناس، جمع الشمل وربط التواصل بين الأفراد والمجتمع، وهذا هو لب السلم والمصالحة. إذن قلنا باش تكون احنا الجمعية نتاعنا شعارها ميثاق السلم والمصالحة، وهذا هو اللي كان الأساس في فكرته في بناء 2013 كنا اتخذنا هذا الشعار. الآن راح نطلبه باش يكون هذا اليوم ايضا. قدمنا طلب والان لا قدمنا طلب فيما يخص شعار. لا بالنسبه لليوم، بالنسبه لهذا اليوم قدمنا في البيان وراح نقدموه ان شاء الله يوم الحفل اللي راح نقوموه يوم 29 سبتمبر. نصادقوا عليه ان شاء الله. اذا راح نديروه يوم وطني للوساطه، ولا سيما ان معالي وزير العدل راه لمح في كثير من المحاضرات. يوم وطني الوساطة للمصالحة؟ لا يوم وطني المصالحة، هو راه يوم وطني للمصالحة، ما نقدروش راه دوفون. حابين احنا نضيف كما نقولوا مثلا عيد الاستقلال الشباب. اضفنا له عيد الشباب، احنا ثاني يوم وطني للمصالحة نضيفوا له احنا يوم وطني للوساطة، باعتبار الوساطة هي الأداة الأساسية في بناء السلم والمصالحة وبناء الدولة المدنية. لا يوم وطني للمصالحة هذاك نظن أولا ما هوش من صلاحيتنا، هذاك من صلاحية الرئاسة. احنا نتمناو إلى جانب أن يكون يوم وطني للمصالحة نديرو أن يكون أيضا يتزامن مع يوم وطني للوساطة، ولا سيما أن الآن فيه ملامح من معالي وزير العدل أننا نسعى من أجل إنشاء وساطة حرة كاملة وهكذا تكتمل الوساطة كلها. أنا بين قوسين أن نلمح واحد النقطة فقط. أنا انذهلت لما سمعت السيد وزير العدل في الإحصائيات اللي ما عندوش بزاف اللي قدمها، وين يقول في 2017 سجلنا 70,000 حالة طلاق. على بالكم بها، في 70,000 حالة طلاق. يقول أنا كنت تلاقيت مع رئيسة غرفة تاع الأحوال الشخصية، قلت لها 70,000، قالت لي المشكلة ماهوش في 70,000، قالت لي المشكلة في أن أغلبية الطلاق هذا هو خلع بمبادرة من المرأة. بعد يعني الأغلبية، لما نقول الأغلبية نظن وقيلا ما حتى واحد قال لي ونظن يبالغ، وين قال لي 63,000 حالة خلع. هذا الخلع معناتها تفكيك الأسرة، تخليع الأسرة، تمزيقها وتمزيق الأولاد تاعها، وما راح تكون لصالح المجتمع الجزائري اللي هو مجتمع مبني على مبادئ إسلامية. إذا لهذا أنا أقول كما قلت جبت الاتما تاع المادة 994، أنا نتمنى الآن الإسراع من قبل السلطات في إيجاد حل باش يصبح الوسيط القضائي يمكن أن توجه له أو يعين لإجراء الوساطة في مادة القضايا العائلية وفي القضايا العمالية. والآن لو كان تشوفوا الآن احنا رانا مع الاتصال مع الفوروم مع منتدى الاقتصادي المنتدى المؤسسات الاقتصادية، ما يعانونه
من مآسي في النزاعات بين العمال ورب العمل وغير ذلك أمام المحاكم وغير ذلك. هما أيضا تواقون لأن تكون هناك وساطة أو مصالحة بين عن طريق الوسيط تكون بينهم في يعني حتى ولو تكون المحكمة يعين الوسيط لإجراء المصالحة ولإجراء الوساطة في المؤسسة الاقتصادية نفسها. إذن هذا باش نكمل لكم برضه باللي ضروري الآن أصبح القضايا العائلية والقضايا العمالية أصبح ضروريا اللي كان يتكفل بها الوسيط القضائي وأن يعين يعني يعطى للتفسير واسع يقدر يعطي تفسير واسع بدون نظر مشاه تفسير واسع للقضاة حتى يعينون الوسطاء القضائيين في مادة القضايا العائلية والقضايا العمالية. بالرجوع إلى الميثاق السلم والمصالحة، يعني لو نشوف الإنجازات التي أنجزت في رأيكم بلغ الأهداف تاعهم، راهي تكتمل الأهداف، راهي تمشي الأهداف، ماهوش فيه استراتيجية محكمة كيف راهي تمشي. بدأنا بالقضاء لأنه هو القضاء هو اللي راح يكون ليزيليمون إيسونسييل العناصر الأساسية تاعو في بناء الدولة المدنية. إذن كان القضاء الإصلاح خرجت منه الوساطة القضائية وراح تروح لحتى الوساطة الحرة باش يكون هذه قانونها مستقل آخر. بعد هذه الوساطة هذه اللي هي تنادي على السلم المصالحة، راكم تشوفوا وتشاهدوا بأن الدولة كلها مجندة من أجل بناء المساكن أو إعطاء مساكن ومنح مساكن لكل العائلات الجزائرية لتوفير هذاك الدفء العائلي لكل العائلات وكل الأجيال اللي جاية. أيضا من المواقف الشجاعة اللي أصبحت الآن يعني وكانت أساسية في بناء مجتمع متماسك هو الإعلان عن على رسمية اللغة الأمازيغية، على رسمية يوم عيد أعطاها يوم وطني كعيد يناير. وتم كلكم بالك ما زلتم مكان ليكم ديجان ما يعرفوهاش بصح الكبار يعرفوها كما هنا راهنا صديق كنا نعرفوا الناير بكري وكانوا الفلاحين زمان يهيئ له وإحنا كنا دراي صغار نديروا لي بيشات قال مثلا مازالوا 10 ايام نحيوا ولا مازال 9 ايام 8 ايام باش نوصلوا هذاك اليوم نترقبوه بكل شغف لان فيه الحلويات فيه كذا اكسترا. وكان بعض الفلاحين يوصلوا لرهن عقارات نتاعهم من اجل باش يفرح اولاده بهذاك اليوم. يعني كان يوم فعلا تحدي لفرنسا عن اليوم يوم ميلاد العالمي. كان تحدي كان في إطار الثورة كانوا تحدي ولهذا كنا نقوم بهذا العيد. تناسى في بعض الأيام هذه اللي فاتت كنا تناسى الحمد لله الآن أعيدت له الاعتبار تاعه أصبح عيد وطني أصبح عيد ميلاد بالنسبة للجزائريين عيد ميلاد السنة الأمازيغية اللي هي سنة راهي الآن أصبحت وطنية ويعني وعرفنا ما هي ليدونتيفيكاسيون تاعنا ليدونتيفيكاسيون تاعنا كما قال نتذكر ولا نتذكر كنت حضرت انري فوران واسمها دائما ندوه صحفيه دارها غلام الله اللي كان وزير الشؤون الدينيه وين يقول احنا في الجزائر عندنا مزيغيات عندنا في الشاويه في غردايا في تاكورتيكا عندنا مزيغيات. إذا رانا أصبحنا هذه المزيغيات معناها نرضيه واحد قالوا كل الجزائريات مزيغيات ماشي غير هذه الطوائف هذه. إذا الحمد لله يا ربي راحنا في إنجازات كبيرة إنجازات لها تحصى اللي راهي الآن كلها تخدم لبناء الدولة المدنية. شكرا سي بوخال خان. نشوف مالك الزملاء الصحفيين عندهم أسئلة. وي يا نبيلة بارك الله فيك. الجمعية الوطنية تاعنا بدأت بصفة رسمية تقدير من فاتح جانفي 2013 وكانت عندنا سنتين تقريبا في فوتناها ولا 3 سنوات
من يوم ما أنشئت، لأنها أنشأناها بدير صفة ديمقراطية حقيقية، انتخابات، انتخبنا المكتب الوطني وبدينا ننتخبوا في المكاتب المحلية في جميع المجالس القضايا. عندنا 48 مجلس، عندنا 48 مكتب يمثل، فيه مكتب من يكون من 5 أعضاء كلهم يمثلون جميع الوسطاء القضائيين الموجودين على مستوى المجالس القضائية. أول ندوة صحفية كانت هنا في أول ندوة صحفية كانت هنا عندنا في هذا، وربحنا عليكم. إذن هذه الجمعية الوطنية لما تأسست بالمكتب الوطني وكذا بصفة ديمقراطية، خلينا الناس ننتخبوا. واش وقع في البداية؟ دخلونا ناس عناصر اللي نقدر نقول لك يعني مانيش عارف مازال عندهم الفكرة السياسية. احنا كي انطلقنا على أساس راح نعملوا مركز علمي، أكاديمية علمية للبحث العلمي وتطوير الوسطاء، كما راهي في 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 اوروبا، كما راهي عندهم اكاديميه خاصه بالوسطاء، وراه البحث يوميا فيها، عناصرها كلهم متضامنين يبحثوا ويطوروا في هذه الوسطاء وفي كيفيه ممارستها. يعني نقول لكم كنا في لاروشيل هذه في هذا اللجام هذايا، وين نفس الوضع اللي راه عندنا في الجزائر. الوساطه الحره في فرنسا ناجحه، الوساطة القضائية اللي تعين عن طريق القاضي ماهوش ناجحة، وكل دائما يوجهوا أصابع الاتهام للمحامين، قال انتم راكم ترفضوا الوساطة وكذا اكسترا. وزير العدل لما جاء، كانت خير كي جاء حكومة ماكرون، جاء وزير العدل للدار، كان طلب من الجام هذا بالمنظمة، قال لهم راني شفت في التحريات أن الوساطة الحرة ناجحة تقريبا 65 لحتى 70%، الوساطة القضائية ماهيش ناجحة. قال لهم أعطوني حل. وصلوا إلى أن لابد لكي الوساطة القضائية تأخذ مكانتها لابد أن تكون إجبارية، عرضها يكون إجباري ولا يمس بإرادة الأطراف، لا يمس بإرادة الأطراف. لماذا؟ لأن لما تعرض، هذه تعرض فقط، قال لازم تروحوا للوسيط القضائي، يروحوا إذا كان اتفقوا اللهم بارك، ما اتفقوش يرجعوا للقضاء. يعني تبقى إرادة الأطراف المتخاصمة حرة، وهما أصحاب الرأي، أصحاب الرأي. احنا ثاني نتمنى الآن أن الوساطة القضائية تصبح في البداية إجبارية دون المساس بإرادة الطرفين المتخاصمين. لهذا قلت لك في البداية كي بدينا ناس جاوا بفكر سياسي على أنها حزب سياسي ولازم فيها الخلاط كما السياسة كما كذا، فيها معارك وفيها كذا اكسترا، أدت بنا إلى عرقلة الجمعية تقريب لمدة أكثر من سنتين، عرقلة تامة في أداء مهامها. الفضل يرجع لكل وسطاء القضائيين على كل مستوى القطر اللي ناضوا بالوسائل الإعلام بالصحافة بكذا، وقال نرفض اي شخص يحب يتدخل باش يضرب لنا هذا الوساطه، هذه الجمعيه وهي في مهدها، مازال ما راهي غير كزادت ام بيبي يحوسوا يقتلوه. وصلوا لواحد المره وين يكتبوا علينا، قالوا لنا راكم اختلستوا اموال كبيره وحنا مازلنا ما بديناش. احنا بدينا في 1 جانفي، في مارس وقيل فيفري كتبوا قال راهم اختلسوا اموال وكذا وكذا، وحنا ما عندنا والو، ما عندناش، ما عندنا حتى شيء، حتى المشاركة تاع لي زاديرون مازال ما عندناش، لأنه كان بديناها غير كي بدينا. إذن تعرقلنا واحد اليامات، ومن بصح من بعد كي بدينا الآن رانا الحمد لله الأجواء صفيت. هذوك بعض الانتهازيين وحدهم خليناهم راحوا، عرفوا أنفسهم. بعد المنخرطين شحال تاع الجمعية؟ المخرطين يعني تقريبا رانا وصلنا الآن اللي رانا محددينهم تقريبا 1200 اللي راح نعملوا لهم، ومازال راهم الآن ينضموا يوميا وراهم يطالبوا بالتكوين على مستوى الوطني. والآن كل الوسطاء القضائي اللي هم تقريبا يفوتوا 2500 راهم يطالبوا الانخراط. علاش الانخراط؟ لا 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 ماهوش قضاة. عندنا شوفي فيه أئمة، عندنا أطباء، عندنا مهندسين، عندنا أساتذة جامعيين، وعندنا قضاة اللي هم تقاعدوا وغير ذلك. الآن احنا اللي نتمناه، اللي رانا نتمناه فقط في مسارنا تاع الجمعية، أن نرى في يوم من الأيام وهو قريب إن شاء الله أسرة المحاماة
تنضم إلينا وتكون معنا، لأن بدون المحاماة ما نقدروش نمشيو كثير، لأنهم هما الوسط الشعبي، هما الوسط تاع الخصومة. نتمنى يكونوا معنا كما راهم في الدول. وهذا الوسط ماشي منافس تاع المحامي، لا أبدا أبدا، ما عندوش، يقدر يكون محامي وقت هو بسيط. هاو نعطيك مثلا في بلجيكا، في بلجيكا 80% من الوسطاء محامين، في فرنسا أيضا تقريبا 60 ولا 70% من الوسطاء محامين. يعني المحامي كما لا ما هوش هاتيت بنفولما، عنده التسعيره نتاعو، عنده كلش بون مام هنا. نعم نعم، يعني الان ولكن من ضمننا 200 منخاض حتى محامي، حتى واحد ما دخل معنا، حتى عندنا بعض المحامين اللي رانا. نعطيك مثلا في وهران عندنا رئيس المكتب محامي، عندنا في 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 سيدي بلعباس رئيس المكتب هو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين. والعلاقات الجمعية مع الباطونة كيفاش؟ ممتازة ممتازة، نديروا علاقات، نديروا عمل، نديروا حوارات، رانا نتناقشوا ورانا نحوسوا نوصلوا إن شاء الله باش نوجدوا مسار كيفاش يمكن للوسطاء القضائيين أيضا يكونوا، للمحامين يكونوا أيضا وسطاء قضائيين، ويكون عنده دو كاسكيت. لما يكون يسمح له القانون 100%. انا تناقشنا حتى مع الرؤساء في المحكمه العليا، قال لك ما عندك ما حتى تناقض، لان هذيك مهنه وهذيك مهمه، اذا يقدر تكون فيها يعني لما يكون معين، لما يتعين كوسيط ما يقدرش يكون محامي في هذيك القضيه فقط، ولا كان محامي ما يتعينش كوسيط، ولكن يقدر في حدود في التعيينات يتعين كوسيط ويقوم بالعمل تاعو كوسيط بغض النظر عن كونه محامي. عنده دو كاسكات، ولي عنده دو كاسكات. اذا هذه رانا نحن نسعى اليها باش ان شاء الله تكون في الميدان تاعنا. والمسار تاعنا رانا من بعد واش درنا؟ عملنا يعني من بين الاعمال الكبيره اللي عملنا بها، درنا ملتقيات وطنيه، تقريبا 4 ملتقيات عملناها، ملتقيات وطنيه. اخر ملتقى درناه في 2014، ورايحين نديروا ملتقى ممكن جدا راح يكون قبل نهايه 2018، لانه مسطر لسنه 2018، وان شاء الله ما نتوخروش فيه ونديروه، ملتقى وطني للوساطه. هذا واحده. عملنا محاضرات، ايام دراسيه على كل مستوى المجالس القضائيه، وخرجنا من المجالس القضائيه رحنا درناها في دور الثقافه باش تكون يعني شعبيه، لمحاربه العنف والاعتداء على المراه، وعملنا فيها استراتيجيات، وجبنا احصائيات دوليه حول ما تعانيه المراه من مآسي وفي من جراء العنف العائلي. يعني كاين 70% من النساء اللي تعانوا من العنف ولو تروماتيزي ولو مساكن معقدات. دونك احنا درنا ايام دراسيه في هذا الميدان، درنا ايضا ايام دراسيه للتحسيس بفكره الوساطه والصلح في الجزائر. يعني رانا نخدموا ولزينا، يعني تقريبا احنا ماديا رزينا للاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي اللي هو دعمنا بخبراء ماهوش بدراهم، ما اسنا بخبراء، دعمنا بتنظيم ملتقيات تحت إشراف المباشر لوزارة العدل. يعني أعطانا ملتقيات وأعطانا، ورانا الآن مارسو في 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 التكوين، ورايحين مارسو المرحلة الثانية، نبدأها أبارتين بريمي أكتوبر، نبدأ المرحلة الثانية اللي راح تنتقل إلى غاية نهاية نوفمبر. ورايحين كما قلت لكم نجيبوا هذه المرة نجيبوا قضاة ونجيبوا وسطاء قضائيين. ايضا راح نعملوا من بين المجهودات، راح نعملوا ان شاء الله برنامج، هذا راه مشروع فقط، باش نديروا ان فيزيون كونفرنس منا من الجزائر، الخبير يعطي لا كونفرنس تاعو لكل القضاة في كل الجهات القضائيه، حتى كل الجهات القضائيه يعرفوا ثقافه الوساطه ويعرفوا علم الوساطه. علاش؟ ايمانا منا بان القاضي لابد عليه حتميا ان يعرف قواعد الوساطه،
لأنه في كثير من الأحيان هو يلعب دور الوسيط، هو يلعب دور المصلح في قضايا هذه اللي تكون اللي تقدر تتسافحها. وحنا كنا نديروها تلقائيا، أنا كنت قاضي منذ 33 سنة، غالبا كنا نعمل هذا العمل تاع الوساطة دون ما نكون على دراية بالقواعد تاعها والعلم تاعها. إذن القاضي ملزم حتمية أن يعرف وشنو هي الوساطة، لا سيما أن يعرف علم التواصل لا كومينيكاسيون. وي لانيفيرسير دو لا شارج نوزالون لو سيليبري ان شاء الله لو 29 سبتمبر، وهو اليوم اللي الشعب الجزائري خرج برمته واستفتى على هذا الميثاق، ميثاق السلم والمصالحة. دونك هذا لو 29 سبتمبر اللي الشعب، وتقريب كما عندنا الاحصائيات ما فيهش انتخاب، ما فيهش ريفيروندوم. اللي وقع في الجزائر منذ استقلالها لحتى الان اللي كانت فيه نسبه المشاركه تاع الشعب مثل ما كانت في ميثاق السلم والمصالحه، باش تعرف ان الشعب كان متعطش لهذا السلم والمصالحه. يعني تقريبا كانت يوم دراسي رايحين نعملوا فيه بريميرمون عندنا برنامج كامل ايات من الذكر الحكيم، عندنا النشيد الوطني، وعندنا بروجيكسيون تاع خطابات الرئيس اللي كان ينادي بالصلح، وعندنا ايضا دي بروجيكسيون تاع النساء اللي عانت من الـ من من ويلات ما كان خططوا ولا مازال؟ استنى يا هذيك خويا تروح لي غير ولا ما اللي عانت دوك نجي لك نقول لك اللي عانت فيه الـ المرأة وفقدت أولادها تحت الرعاية الرسمية السامية لمعالي وزير العدل، ومعالي وزير العدل أيضا راه أعطانا الموافقة المبدئية أنه سيكون حاضر في هذا اليوم لإعطاء كلمة. بعد الكلمة تاع الأستاذ راح نديروا تكريمات، هذا البرنامج نعطيكم فيها تكريمات بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية، بالنسبة لمعالي وزير العدل، وبالنسبة للفطاحة للرجال الكبرى النساء. من عندنا امرأة اللي كانت فقدت من أولادها 10 في يوم واحد، وعندنا أيضا الدكتور بويزري اللي هو المفتي الكبير تاع تيزي وزو، واللي منذ تقريبا من بداية الصلح وهو يعمل إلا في الصلح وفي الفتاوى في الصلح في الصلح في الصلح، حتى أنه يعني أصبح ينادي عليه في كل مكان. مرة كنا في غردايا نعمل في إطار المصالحة، وهو ثم معنا وجاوا بعثوا له قالوا له تركب الآن مباشرة تروح في واحد مكان من أمكنة دير لنا صلح. راح مسكين في 700 كيلومتر عمل المصالحة وعاود رجع لنا غد من ذاك، هو وسيط قضائي، ورايحين ثاني نشرفوه على ما يبذله بكل تفاني في هذا الصح. الجي وي الجي نديروها وي الجي. احنا كنا في البدايه راح نعملوها في المدرسه العليا للقضاء، المكان الجديده تاع قليعه، لان مدرسه يعني ميمونس فيها تقريب غير المبيت فيها 1000 غرفه، عندنا القاعات حتى القاعه البيضاويه الكبرى للمحاضرات، عندنا يعني جميع المرافق. المشاركة رانا احنا حددناها، ما هي المشاركة نقدر نروح حتى ال 1000 ولا حددناها ب 450 معليش مشارك. طيب الآن بالنسبة للمدرسة العليا للقضاء، قال هذيك المدرسة راهي تحت الإشراف تاع الوزارة، الأحسن لو كان أنتم تكونوا بعاد عن هذا، رايحين نشوفوا قاعة اللي ممكن تكون في على رأينا مبدئيا عندنا قاعة سوفيتال في سوفيتال فندق سوفيتال، وممكن تكون قاعة الحمى باش نكونوا قراب من مركز العلمي. والآن اليوم إن شاء الله نكونوا أعطينا حددنا المكان الرئيسي الرسمي اللي يكون نقول فيها العمل. شكرا سي بوخنخال. يعني سؤال أخير سي بوخنخال، حنا نعرفوا بلي قانون المصالحة هو قانون بقى مازال ساري مفعول، أنت راجل ما يحبش ما يوقفش ما يتوقفش القانون، هذا يدل على ماذا؟ هذا يعني اللي خلاه القانون مفتوح ماهوش مفتوح، هو لازم له يستمر.
لازم له يستمر اليوم وغدوة والسنة الجاية والسنوات القادمة. لماذا؟ لأنه هو العمود الفقري لبناء دولة مدنية، وإنشاء الدولة المدنية لا يمكن أن تبنى بين عشية وضحاها، يزم لها وقت طويل وتاريخ طويل، وحتى بعد البناء انتحى الأولي تبقى دائما محتاجة إلى التطور وإلى لهذا احنا في الاحتفال تاعنا هذا اللي راح نديروه في 29 سبتمبر راحين نحتفلوا بالذكرى من جهة، وراحين نعلنوا على إنشاء خلية للدراسة، خلية اللي تقوم بالدراسات، دراسات الخاصة بالدراسات علمية وبحوث علمية مقارنة مع الدول الأخرى حول مغزى وأبعاد ميثاق السلم والمصالحة. هذا الخلية هذه راح إن شاء الله تكبر، وزارة العدل وغير ذلك راح تكبر، بتصير إن شاء الله لجنة وطنية اللي تقوم بالبحث العلمي وتبقى هي تستمر في العمل تاعها في تطوير وفي إنشاء مبادئ وفي تحقيق مبادئ الميثاق الصلح والوساطة، الملح الصلح والمصالحة اللي هو راح يكون عمود للفقري لإنشاء الدولة المدنية. الآن الدولة المدنية موجودة في الدول الديمقراطيات الكبيرة، وكل الدول اللي دارت الدولة المدنية راهي عندها صيت كبير، ولا زالت لأن الآن تبني في الدولة المدنية، لأن الدولة المدنية تخضع للتطورات، تخضع ماهوش جامدة، ماهوش هكذا قالب جامد، يبقى يخضع للتطورات. القانون ما يلزمش إطراء، ما يعني كامل في رأيكم كانت القانون هو اللي يثريه الآن هو الاجتهاد والبحث العلمي والدراسات هي اللي تثريه، هو اللي تثريه. لو كان ما يكونش فيه اجتهادات، لو كان ما يكونش فيه بحث علمي وما يكونش فيه دراسات علمية راح يجمد، راح يولي جامد، ولا ولا جامد ما يقدرش يخدم الدولة المدنية. وهذه هي اللجنة اللي قلنا لازم تقوم بهذا العمل، وهو الدراسات حتى ما يتجمدش، ما يبقاش جامد في مكانه، لازم له يتحرك ويتطور. شكرا سي بوخ القادم، خلاصة القول الوساطة تساوي مصالحة تساوي الصلح. بارك الله فيك. شكرا. الوساطة هي مصالحة، هي سلم، هي وئام، هي جمع الشلم، هي نبذ العنف والضغائن، وبناء، وهو لب السلم والمصالحة، والسلم والمصالحة هو عمود فقري للدولة المدنية. أشكركم جميعا وأعزمكم جميعا الإخوة كلكم راكم مدعوين عنا إن شاء الله، تحضروا عنا يوم الاحتفال، ديروا معنا بوست كافي وتفطروا معنا وتكونوا معنا إن شاء الله معززين مكرمين. أنا ما نشوف مع كمان ملحقش تحول